للمبتدئات اللي ما عندهاش الوقت، اليوم حنوريكم الطريقة السريعة لإعداد أوراق الشخشوخة. السلام عليكم ورحمة الله. نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. في بول أو في جفنة نحطو سميد تاعنا، 2 كيلات سميد، كيلة فرينة نغربلوها مليح كما راكي تلاحظي، أما السميد غربلته سابقا، ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة سكر كما راكي تلاحظي. نخلط كلش مع بعض بيدي ونكيل الماء بالبول اللي كيلنا به السميد والفرينة، والماء ضروري انه يكون دافئ ماشي سخون، دافئ فقط. لاحظي فرغت كيلة ماء، اما الكيلة الثانية حطيتها قدامي. لاحظي نضيف غير بشوي من الكيلة الثانية حتى تتلم العجينة وتكون كعجينة الكسرة فقط، ما لازمش نحل حلوة. لاحظي هنا راهي بدات تتلم معايا العجينة، نضيف فقط قطرات من الماء. لاحظي هنا الماء استعملت كيلة ونصف فقط. شوفي معايا راهي تلمت والماء يكفي، نغلق عليها ونخليها ترتاح حوالي ساعة. تقدري تديريها في الليل وتحضريها في الصباح للغدا أو بعد الظهر وتوجديها للعشاء. لاحظي بعد مرور الساعة نحيها من البول ونحاول ندلكها غير بشوي، دلك خفيف فقط. لاحظي ونرش الماء فقط قطرات، نشمخ يدي وندلك. لاحظي الطريقة، نفتح العجينة وندلك غير بالعقل. هذه الطريقة مجربة ومضمونة وناجحة 100%. لاحظي العجينة راهي بدات تطرى معايا، نكمل على هذا النحو حتى تطرى وتصبح ملساء. لاحظي خاصة لو كان عندك سميد من نوعية رفيعة. لاحظي شوفي معايا راهي طرية أصبحت ملساء. هنا يكفي من الدلك، فقط نلمها ونحطها في بول ترتاح حوالي 10 دقائق. لاحظي وإذا ما عرفتيش خلاص كي تكون تطرطق معاك انت تعجني وهي تطرطق، خلاص العجن يكفي. لاحظي بعد ما ارتاحت راني مسخنة الطابونة باش يسخن الطاجين. العجينة تاعنا نشكلها كريات كما راكي تلاحظي، حبيتيهم صغار او كبار من الاحسن انك تشكليهم كريات صغار باش تقدري تتحكمي فيها. لاحظي بمساعدة الزيت، لاحظي حجم الكرية. نكمل كامل العجينة تاعي كما راكي تلاحظي، نمسح يدي بالزيت ونمرر على جميع الكريات، نغطيها بكيس بلاستيكي او بابي فيل ونخليها ترتاح حوالي نصف ساعة. لاحظي بعد نصف ساعة هزيت الكرية الاولى، راني نمسل فيها او نبسط فيها كما راكي تلاحظي بمساعدة الزيت. هذه الطريقة يا البنات تساعدك بزاف وسهلة جدا. ما تنسيش الحواف رققيهم بزاف، نرفدها ونحطها على الطاجين بهذه الطريقة. الطاجين يكون سخون على نار قليلة جدا، كي طيب نقلبها ونحط فوقها الورقة الثانية. لاحظي معايا طريقة سهلة وسريعة.
لاحظي في نفس الوقت نكون نبسط في الكرية الثالثة، نقلب ونحط الورقة الأخرى. بهذه الطريقة نكمل جميع الكريات اللي عندي حتى تتشكل معايا حوالي 10 ورقات على نار هادئة جدا باش ما تخطفش معانا كما راكي تلاحظي. طريقة سهلة وسريعة، لاحظي نرفدهم كامل مع بعض ونحطهم على الحواف، نشد من الوسط فقط ونوقفهم كما راكي تلاحظي. بعد ما طابوا كامل وكملت كامل العجينة تاعي، لاحظي الورقات رقاق بزاف ما شاء الله وما تلصقش في بعضها. هذه الطريقة ناجحة وسريعة، لاحظي جربيها ماكيش راح تندمي أكيد. نوريلك طريقة كيف تفتتي بهذه الطريقة. إذا تشكلوا الحواف معاك خشان، نحيهم وحدهم وفوريهم وسقيهم بلاصوص. لاحظي الأوراق والله ما شاء الله، لاحظي الكمية اللي تحصلت عليها ما شاء الله، طريين ومش يابسين. نتمنى تجربيها وتنجحي فيها أكيد. والآن ما بقى لي غير نقول لك سلام.